طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. فيروس كورونا يفتك بأكثر من 22 ألف شخص حول العالم ويجبر ثلث سكان الأرض على البقاء في المنازل. عدد الوفيات بكورونا في العراق يتصاعد، مجلس الوزراء يمدد حظر التجوال، والأمم المتحدة تدعو لتكثيف الإجراءات الوقائية. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران شهرا آخر، وتمنح بغداد مهلة حتى نهاية نيسان المقبل لإلغاء الاستثناء. ورئيس الوزراء المكلف يؤكد سعيه لإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، ويؤكد مصالح العراق هي من تحدد اتجاهاتنا. مرحبا بكم مجددا. تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا 22 ألف حالة، في حين سجلت أكثر من 500 ألف إصابة به منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي. وتؤكد حالات الصحة المتابعة لانتشار الوباء أن نسبة الموت جراء المرض ترتفع بشكل طردي، حيث ارتفعت من 2 إلى 500% أو إلى 5%، وذلك بسبب خروج الأزمة عن سيطرة المؤسسات الصحية في العالم بعد تسارع وتيرة انتشار المرض، إذ من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة 100 ألف حالة يوميا. سجلت إيران 157 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2234. توجد الآن 2389 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مع 157 حالة وفاة بسبب الفيروس، ما يرفع العدد لدينا إلى ما مجموعه 2234 حالة وفاة مسجلة. ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 36 حالة، والإصابات إلى 382 إصابة اليوم بعد وفاة 7 مصابين، وتسجيل 36 إصابة جديدة في عدد من المحافظات، حيث سجلت الوزارة وفاة 3 مصابين بجانب الرصافة في بغداد واثنتين في كربلاء ومواطن واحد في كل من المثنى وبابل، فيما توزعت الإصابات على المحافظات بواقع 10 إصابات في بغداد، واحدة منها فقط في جانب الكرخ، كما شهدت البصرة تسجيل 9 حالات، وفي كربلاء 7 حالات، ثم النجف بواقع 5 مصابين وإصابتين في واسط وإصابة واحدة في كل من ذي قار وكركوك والسليمانية. في المقابل، أكدت الصحة تسجيل 16 حالة شفاء تام جديدة في بغداد والمحافظات، ليبلغ المجموع الكلي لحالات الشفاء 105 حالات، مبينة أن الالتزام بالإرشادات الصحية ضروري جدا للحد من انتشار الوباء. وأوضحت الوزارة أن المناطق الشعبية وبالأخص في جانب الرصافة غير ملتزمة بالتعليمات الوقائية، وأن التجمعات هي أكبر ناشر للوباء، وأن نتائج الإصابات الناجمة بعد زيارة الرجبية ستتضح خلال الأيام العشرة المقبلة.
في البصرة أكد مدير الصحة عباس التميمي أن العدد التراكمي للإصابات في المحافظة بلغ 42 حالة، توفي منها 5 أشخاص، فيما يرتفع 33 آخرون إلى الآن في الحجر الصحي لتلقي العلاج، كما اكتسب 4 مصابين الشفاء التام وغادروا المستشفى. بلغ عدد الحالات التراكمية منذ بداية الأزمة لحد الآن 42 حالة. الراقدين الآن في مستشفى البصرة التعليمي 33 حالة، وخمسة وفاة، وأربع حالات اكتسبت الشفاء التام. بعض من عندهم هذه الموجودة 33 حالة، إن شاء الله سوف يكتسب من عندهم البعض الشفاء التام خلال الأيام القليلة القادمة، جايخذون علاجهم، لكن احنا نتأكد من عدة فحوصات مختبرية خلوهم من هذا المرض وبالتالي يتم خروجهم. شهدنا خلال البارحة أنه كان أكو حالة موجودة في العوجة في أبو الخصيب كانت موجبة، وفرق التحري اللي من قطاع أبو الخصيب والمركز الصحي القريب تمكنت من اكتشاف حالات أخرى معها، وتم جرد كافة العوائل اللي موجودة وعمل التحري المنزلي عليهم بنطاق واسع اليوم وبمشاركة القوات الأمنية، وتمكننا من فحص كل العوائل اللي موجودة والمشتبه بها، نقلناهم إلى مستشفى البصرة التعليمي، وبالتالي الآن الوضع مسيطر عليه، كل العوائل تم فحصها وهذه إجراءاتنا مستمرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور أمجد خولي الاستشاري في الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية. مرحبا بك دكتور. إذن بالنظر إلى حالة الوفيات الجديدة عالميا البالغة طبعا 22,000 من أصل 500,000 مصاب في العالم، إلى أين برأيك يمضي هذا الوباء، وهل ترى الإجراءات المتخذة عالميا كفيلة بالقضاء عليه؟ تحية لسيادتك والسادة المشاهدين. من الصعب جدا الحكم على الإجراءات، لابد أن نعرف أنه الكثير من الدول اتخذت إجراءات أكثر تشددا خلال الأيام القليلة الماضية، متوقع أنه أثرها يبدأ يظهر في خلال 2 أسبوع هي فترة الحضانة، وبالتالي صعب جدا الحكم على مثل تلك الإجراءات، ولكن من المتوقع أن تؤدي إجراءات العزل والاكتشاف المبكر والحجر الصحي الذي تم إجراؤه على كثير من الدول يؤدي أثره الإيجابي في تخفيض عدد الحالات. صعب جدا التكهن بمجريات الأمور، نخشى ونؤكد التحذير لباقي الدول أنه نخشى أن تظهر بؤر أخرى في دول جديدة، وبالتالي لابد أن تقوم جميع الدول حتى التي لم تظهر بها حالات حتى الآن بعمل كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع وصول بؤرة جديدة أو طيب. انتشار المرض داخل أراضي دولة جديدة. طيب دكتور، يعني نظرا لقدرة فيروس كورونا على التمدد بصورة مهولة جدا، هناك من يرى أن الإصابات الحقيقية هي أكثر من المعننة خاصة في الشرق الأوسط، هل ترى منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، يعني بغض النظر عن بقية العالم، هل ترى الشرق الأوسط وإجراءاته الوقائية والصحية وقدرته الصحية قادرة على احتواء مثل هكذا وباء عالمي؟ رأينا أن الولايات المتحدة بنفسها يعني لم تستطع مجاراته، مقارنة طبعا بواقع الدول العربية التي تشهد إجراءات صحية غير قوية مثل الولايات المتحدة. كيف ستتخذ الشرق الأوسط إجراءات؟ أتفق معك أنه طبعا في كل مكان في العالم المرض بمعظم الحالات 80% من الحالات بتكون حالات بسيطة، وبالتالي وارد جدا انه أنظمة الترصد لا تستطيع اكتشافها، وخاصة مع وجود في بعض الدول نظم صحية متهالكة او ضعيفة لأسباب كثير، من ضمنها الحروب، من ضمنها الوضع الاقتصادي، من ضمنها عدم الاستثمار في مجال الصحة العامة والترصد في السنوات الماضية. كل هذه عوامل قد تؤثر على نظام الترصد، وبالتالي متوقع بالطبع وجود بعض الحالات، ولكن هذا حال المرض في كل مكان في العالم، تختلف النسبة من دولة إلى أخرى، ولكن في كل مكان هناك نسبة ما من المرضى لوجود أعراض بسيطة لديه. نعم. طيب. المنطقة العربية نعم. صعب جدا
دكتور، كنت أود أن أسألك بخصوص هل يقترب العلم من إيجاد علاج للفيروس؟ طبعا بعد أن شكك الكثير من المختصين حول العالم بجدوى مركب أزيثروميسين وهيدروكسي كلوروكين، هل ترى علاجا يلوح في الأفق جديد غير هذين الدوائين اللذين أعلن عنهما من قبل بداية الولايات المتحدة ومن ثم فرنسا وبعض من دول العالم حتى عندنا في العراق؟ حتى الآن منظمة الصحة العالمية بتؤكد أن هذا العقار لم يثبت فعاليته حتى الآن. كثير من التجارب، منظمة الصحة العالمية بتشرف على بعض هذه التجارب، هناك مؤشرات الإيجابية في بعض الدول من منطقة الشرق المتوسط مشتركة في مثل هذا الاختبار الإكلينيكي والتجربة الإكلينيكية على مستوى العالم لمجموعة من العقاقير. نتمنى أن تؤتي نتائج إيجابية قريبا، وبالتالي في الأمل موجود وقوي في مجال العقاقير، بالإضافة طبعا إلى إنتاج لقاح. شفنا بعض التجارب تجريها بعض الدول الآن، ولكن العقار ليس متوقع أن يكون موجود قبل عدة أشهر، قد تمتد إلى عام. لكن العقاقير نتمنى أنه خلال الفترات القليلة القادمة تصفر هذه التجارب الإكلينيكية على نتائج مبشرة يمكن تعميمها لكل دول العالم. برأيك دكتور، سؤال أخير طبعا وباختصار لو سمح، هل ترى أن البشر مستقبلا مقبلون على حجر صحي عالمي؟ وإذا كان كذلك فبرأيك كم من الوقت لابد أن يستمر؟ الاستمرارية الوقت الحجر الصحي هو خطوة من حزمة خطوات، لوحدها مهما طالت لن تؤتي ثمرة، وبالتالي لابد أن تأتي كمجموعة كبيرة من الخطوات لتقوية النظام الصحي. إذا تم هذا فعدة أسابيع قد تكون كافية للإنهاء بشرط تضافر الجهود الدولية جميعا. بؤرة واحدة في أي مكان في العالم هي تمثل خطر للعالم كله. إذن الدكتور أمجد الخوري، كنت معنا عبر سكايب استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. قرر مجلس الوزراء تمديد حظر التجوال إلى 11 من نيسان المقبل في جميع مناطق العراق، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال والإرشادات الصحية وتجنب التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا. كما وجه المجلس بقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتسخير جهودها ومواردها لدعم لجنة لخلية الأزمة ووزارة الصحة في المحافظات بما يساعدها في مكافحة انتشار الوباء واحتوائه، وكذلك تخويل اللجنة ووزارة الصحة باستلام التبرعات والهيئات العينية أو الهبات العينية من الجهات المتبرعة من خارج العراق. فيما بحث المجلس الإجراءات الضرورية المتعلقة بتوفير الخدمات والتخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تسهيل تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات. من جهتها شددت قيادة عملية بغداد على توجيه أوامر صارمة للحد من عدم الالتزام بقرار منع التجوال، مشيرة إلى حجز 825 مركبة ودراجة اليوم فقط. كما أرسلت العمليات المشتركة تعزيزات عسكرية إلى النجف والديوانية وواسط لضبط قرار حظر التجوال. أما كربلاء فقد أعلنت حالة الإنذار القصوى لمنع تفشي فيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الدفاع إغلاق جميع المناطق التي تظهر فيها إصابات بكورونا بالكامل. الآن ينضم معنا من بغداد مراسلنا علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، إذا كنت تسمعني بداية، ما هي الإجراءات المتبعة في العاصمة بغداد؟ الفرق ما بين الرصافة والكرخ، كذلك نسبة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، تفضل. مرحبا بك زميلي وبكل مشاهدي قناة الفلوج الفضائية. نحو التجديد الأمني تتجه الأمور في العاصمة بغداد، خاصة بعد تسجيل 38 حالة جديدة اليوم، في 38 حالة جديدة في عموم البلاد، منها 10 في بغداد. رغم كل هذا التصاعد إلا أن سكان العاصمة بغداد وخاصة المناطق الشعبية غير ملتزمين بقرار الحظر. كما تشاهد أنا الآن واقف في أحد المناطق الشعبية في العاصمة، حركة طبيعية في الشارع، ولا كأنما يوجد حظر ولا كأنما أيضا يوجد مرض. تحدثنا مع المواطنين المتواجدين هنا وتحدثنا معهم لماذا هم
في الشارع. هذا واضح علي جدا من أمام الكاميرا التي نشاهدها معك، لكن بالتالي إذا كنت تسمعني علي، بالتالي الإجراءات الأمنية أو إجراءات الدولة وكذلك إجراءات وزارة الصحة، ماذا تفعل حينما تشاهد هكذا حالة كما نشاهدها الآن في هذا البث الحي؟ يعني تحاول فض هذه التجمعات بالقوة، لكن بعد ذهابهم بعد ذهاب القوات الأمنية تعود مرة ثانية الناس إلى الشوارع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سنتحدث مع أحد المواطنين اللي موجودين ويانا من سكان هاي المنطقة. السلام عليكم. عليكم السلام غالي. فرض حظر للتجوال، بس أنتوا اليوم كاسرين هذا الحظر. الحظر التجوال صحيح، احنا باقين ببيوتنا، بس نريد شيء يوفروا للمنطقة أو من ناحية الكهرباء، من ناحية الغذائية، من ناحية المخضر، القصاب، أي محل هو لازم يستوجب إلى كل الأنواع. يعني هو أكو كم محل مستثنى، يعني مثلا أبو المخضر موجود، موجود قصاب موجود، مسموح لهم. طيب هاي الحركة بالشارع اليوم، هاي الحركة القوات الأمنية، القوات الأمنية بحدها ما تقدر تسوي شيء، لازم المواطنين يكونون وياهم لازم يعاونون مساعدة لهم. بس بالنسبة اللي قلنا لك على مود المحلات، يعني أنا لسه عندي محل مأجر، أنا قاعد أجار مثل 250 مني، يريد من عندي محل وأنا معزل وقاعد ببيتي، مين أكل أنا؟ مين أشرب؟ زين هذا محلي عمل مولد 250 والبيت رادها ب 100، يقول المجموعة 350، زين هذا اللي عندي أجار ويريد مال المولدة ويريد مصرف البيت، زين أنا لو جاني ذبني بالسجن أنا شو أسوي له؟ من العلاج؟ علاج وين على المروح؟ طيب شنو اليوم للطالبون؟ طالبون طالب حقوقنا، توفير راتب مثلا، راتب الحصه التومينيه، هي هاي اكو حصه تومينيه جت وزعت لنا المرجعيه وزعت لنا المرجع سيد علي السيستاني، غير بالنسبه الحكومه ما جابوا كل شيء، ما جابت كل شيء ابد ابد ابد، ماكو شيء. لا طيب، بس المرجعيه والمنطقه الاهليه يا عم تبرعوا للمرجعيه، والمرجعيه وفرت لهم. طيب شكرا جزيلا. يعني اجازه. السلام عليكم. نعم علي، الاحظ ان الناس يقولون ان المرجعيه هي الاخرى من وجهت بالالتزام بقرارات القوات الامنيه وكذلك قرارات خليه الازمه، لماذا لا يلتزم فيها الناس؟ ماذا عن الاطفال الموجودين خلفك ايضا؟ هل هم بحاجه الى التسوق؟ يعني يبدو ان حاله الانفلات من الاجراءات الصحية مختلفة ما بين الرصافة والكرخ، ما سر هذا الاختلاف؟ لماذا هنا التزام وهناك عدم التزام وانضباط؟ الانفلات واضح جدا، حتى المواطنين هنا في هذه المناطق وفي أغلب المناطق الشعبية لا يرتدون حتى الكمامات ولا القفازات، كل هذه الأشياء لا يلتزمون بها. يعني حاولنا نتحدث وياهم بخصوص هذا الموضوع، قالوا أن الحالة المعيشية هنا فقيرة وأسعار الكمامات غالية، كما طالبوا الجهات الحكومية والجهات الصحية بتوفير الكمامات لهم وتوفير القفازات وتوفير الظروف المناسبة، أيضا طالبوا القوات الأمنية وخلية الأزمة لوجودهم بهذه المنطقة من أجل الوجود وعملية تعفير لهذه المنطقة، لأنها تفتقر للكثير، المناطق الشعبية اليوم تفتقر للكثير من هذه الأمور، بينما المناطق الأخرى أو المناطق الرئيسية مثلا الكرادة المنصور، المناطق التي تقع في قلب العاصمة بغداد اليوم هي خالية من السكان، لكن أغلب المناطق السكنية في العاصمة بغداد أو أغلب المناطق الشعبية في العاصمة بغداد غير ملتزمة بالحظر. نتحدث مع مواطن آخر. السلام عليكم. زين حجي، ذكرت المرجعية قبل قليل. إيه؟ المرجعية من جهتها للأهالي، الأهالي هي تبرعت لهم. المرجعية قالت يجب على الأهالي ويجب على السوق، أخذنا أسبوع لخم يعطونا، طلبوا من الأهالي بعدم الخروج من المنازل واتباع الإرشادات. صحيح. بس اليوم ما بس شنو كمامات من تجي على الصيدلي يقول لك أنا ما عندي متوفر، من تجي يقول لك بيع لي هاي، بيع يقول لك هالسعر هالقد، يا أبا شنو السالفة؟ أبو الصيدلية ما عنده، المضمد ما عنده، العالم ما تروح، يعني من هاي ما مفرية مال كمامات أو كفوف، ما حد مفرها. منطقة شعبية، يعني كل شيء، يعني ناقص تشوف العالم، هي ممنوعة من حق يعني الجيش العراقي. طيب اتضحت الصورة علي، إذا كنت تسمعني. واجبكم كمواطنين. نعم جميلة، بس خلينا نسأل المواطنين. نعم، مو باختصار لو سمحت. أيضا واجبكم أنه أنتم تقفون مع القوات الأمنية. طبعاً. بس اليوم أنتم كمواطنين ما عندكم التزام ويا القوات الأمنية. الأطفال مسؤولية الجميع. مسؤولية ولي الأمر هو اللي ما يخليهم يطلعون بالشارع. ما هم شنو؟ ما هي منطقة شعبية هاي.
يعني هاي ما بها التزام يعني مو حتى لو الاب يقول للابن لا تطلع هذا يعني ما يقدر شيء ما ينفذ ما ينفذ ايه يعني هاي منطقه شعبيه يعني حركتها مستمره يا يعني تجي بشهر رمضان الحكومه ما عليهم لا شنو مشكله الحكومه يعني بسرعه لان ما عندنا وقت شنو مشكله الحكومه من نطت حظر تجوال وهاي العالم قاعده على الطاله بطاله زين يقول المخازن متروسه عندنا غذائيه خلي يجون يطول العالم ما 3 أشهر 4 أشهر زين من فتحه والغذائيه والقصاب والفرن زين شلون عالم يعني شلون طيب علي زين اتضحت الصورة يا علي وكنت أود لو كان هناك المزيد من الوقت لأستمر بالحديث معك نعم علي عبد الكريم مراسلنا من العاصمة بغداد شكرا جزيلا لك وكذلك مشاهدين الكرام ينضم إلينا سلام خالد مراسلنا من الأنبار مرحبا بك سلام ربما رأيت ما يجري في العاصمة بغداد أريد أن يعني تسترسل لي بمقارنة هل الإجراءات المتبعة في الأنبار وحالة التعاطي الشعبي مع إجراءات خلية الأزمة هي شبيهة بما يحدث في العاصمة بغداد وتحديدا الرصافة تفضل سلام نعم يعني الكل يعلم أن حظر التجوال تم تمديده ل11 من شهر نيسان المقبل هذا التمديد يعني لاقى بعض الرفض والشجب من قبل معدومي الدخل ومحدودي الدخل وأولئك الذين يعتمدون على قوت يومهم من خلال عملهم اليومي في الفترة الماضية وحتى اليوم هناك التزام جيد من قبل المواطنين بقرارات خلية الأزمة بما يعني يخص الالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا لضرورة ولكن تمديد حظر التجوال ألقى يعني بظلاله على محدودي الدخل نعم هناك حملات ومبادرات للتكافل الاجتماعي لكنها لا تصل للناس جميعا اليوم حتى صاحب المحل الذي أغلق محله بسبب حظر التجوال أصبح اليوم هو أحد المساكين الذين تحل عليهم الصدقة مشكلة أخرى مشكلة توزيع رواتب الموظفين في ظل حظر التجوال وأغلبهم يستلمون عن طريق الماستر كارد وعن طريق المنافذ يعني جملة من الأمور تتطلب دراسة موضوعية ومعمقة من قبل خلية الأزمة وخاصة بما تخص يعني موضوع معيشة المواطنين وقوت يومهم اليوم في الأنبار استلمت دائرة صحة الأنبار جهازين ريال تايم بي سي آر واللذان يقومان بفحص العينات وما يخص فيروس كورونا وزارة الصحة جهزت كتات خاصة بالفحص دائرة صحة الأنبار قالت أن الاثنين المقبل سيبدأ الجهازين في العمل العينات يعني كل ساعتين يفحص الجهاز ما يقارب 32 عينة من عينات الدم للذين يشتبه بهم بفيروس كورونا هذه المدة غدا وبعد غد سيتم تدريب العاملين في دائرة صحة الأنبار على استخدام هذه الأجهزة هناك انتشار أمني مكثف لأفواج طوارئ شرطة الأنبار إضافة إلى قطعات عمليات الأنبار في الشوارع والتقاطعات الرئيسة يعني أنا اليوم أتكلم معكم عن طريق فايبر بسبب منع القوات الأمنية للصحفيين بعد الساعة 6 من التجول وهم لا يتعاملون بأي تخاويل قد حصلنا عليها مسبقا ربما لأن اليوم كان هناك زيارة معينة للمدينة والمحافظة وتم يعني اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لعلها تنتهي يعني يوم غد حتى نتواصل معكم بكافة التفاصيل ولكن اليوم في الأنبار وفي الفلوجة بالذات هناك التزام جيد بحظر التجوال ولكن المواطنون وخاصة من معدومي الدخل يطالبون ويناشدون برفع جزئي لحظر التجوال بعد أن الأنبار ليست فيها أي إصابة بكورونا يجب التجديد على سيطرات الدخول لمحافظة الأنبار والسماح لكل مدينة بأن يكون هناك رفع جزئي حتى يسمح للعامل بالذهاب إلى عمله على الأقل لتوفير قوت عياله وقوت يومه بفضل يعني بدلا عن انتظار أيدي المانحين والمحسنين بالتبرع لهم لأن الحظر يوم بعد يوم يزداد والمعاناة تزداد وأعداد المحتاجين تزداد كذلك نعم اتضحت الصورة جدا سلام خالد مراسلنا من الأنبار ويبدو أنه الإجراءات المتبعة من قبل خلية الأزمة وحتى محافظة الأنبار تعتمد بشكل أو بآخر على المنح المقدمة من الميسورين شكرا جزيلا لك سلام مرة أخرى الأخبار مستمرة
طلب عدد من مواطني محافظة الأنبار وزارتي الداخلية والعدل بإطلاق سراح السجناء والموقوفين من الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو سرقة المال العام، مؤكدين أن دول الجوار أقدمت على هذه الخطوة في إجراء احترازي من فيروس كورونا، وعلى العراق أن يفكر كذلك بهذه الخطوة. نعم، هي هذه خطوة إيجابية وخطوة نحو الاتجاه الصحيح. نطالب الحكومة العراقية بإسراع بهذا الإجراء، وهي إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وهذا مطلب يعني شعبي قبل كورونا. يعني لماذا يحجز الآلاف من المعتقلين في السجون بدون عرضهم على المحاكم أو يعني اتخاذ أي إجراء رسمي بهم؟ فنؤكد على هذه المطالبة، وهو حق مشروع للجميع. نبقى في محافظة الأنبار، حيث أعلنت إدارة منفذ القائم الحدودي استمرار تبادل البضائع وحركة النقل التجارية مع سوريا. إدارة المنفذ أشارت إلى أن البضائع مستمرة بالدخول والخروج من 8 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، ولا توجد أي معوقات بشأن تبادل البضائع، فيما أشارت إلى استلامها أمرا ديوانيا بعدم دخول أي مسافر يحمل غير الجنسية العراقية، وذلك في إجراء احترازي ضد انتشار وباء كورونا. منفذ القائم الحدودي يستقبل البضائع يوميا من 8 صباحا ولا 12 ليلا، ما عندنا مشاكل بالشحن. جتنا التوجيهات من لجنة الأمر الديواني من رئاسة الوزراء بعدم دخول أي مسافر عربي أو سوري، فوقفنا المسافرين حاليا فقط، أي دخول ماكو المسافرين. في مبادرة إنسانية لافتة، أعلنت مديرية الأمن الوطني في محافظة ديالى توزيع مئات السلات الغذائية على الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود المتضررين من قرار حظر التجوع. المديرية أكدت أيضا أن هذه المبادرة تأتي ضمن مسؤولية الجهات الحكومية في إيجاد الحلول للأسر التي لا تستطيع الذهاب إلى الأسواق أو التي انقطعت أرزاقها نتيجة قرار حظر التجوال الهادف إلى احتواء فيروس كورونا. كما شددت على استمرار حملات مماثلة في جميع المناطق التي يسكنها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. باشرت مديرية أمن ديالى بإشراف مباشر من السيد مدير أمن ديالى والسيد المعاون الأمني والإداري المحترمين بتوزيع سلات غذائية على مناطق الفقراء والمحتاجين والنازحين تحديدا، حيث باشرنا من صباح هذا اليوم بتوزيع ما مقداره 750 سلة غذائية في مناطق متعددة من مركز المحافظة بعقوبة وفي أطرافها، مناطق لذوي الدخل المحدود تأخرت أرزاقهم بسبب حظر التجوال وسبب الوباء المنتشر بالعالم بالوقت الحاضر وتحديدا العراق. فباشرنا بهاي الحملة الأولى إن شاء الله، وناوين القيام بحملات إضافية بالأيام القليلة القادمة، ونأمل من الجميع التعاون مع القوات الأمنية في سبيل تطبيق حظر التجوال بشكل كامل على أمل السيطرة والقضاء المباشر على هذا الوباء، وإن شاء الله مستمرين بدعمنا للقوات للمواطنين من الفقراء والمحتاجين. ومثل ما ذكرت، هذه المبادرة الأولى تتبعها مبادرات إن شاء الله قادمة. دعت الأمم المتحدة العراق لاتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة لمنع التفشي فيروس كورونا في البلاد، كما أكدت وجوب التزام المواطنين بتلك التدابير. المبعوثة الأممية جنين هينيس بلاسخارت قالت إن على القادة السياسيين إدراك خطورة الأوضاع والحاجة إلى أن يجمعوا كلمتهم بروح الوحدة الوطنية. كما طالبت المبعوثة الأممية إلى أن تخضع الحزبية والمصالح الضيقة أمام القضية الوطنية الكبرى وصالح الشعب العراقي. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتماده مبدأ العراق أولا في السياسة الخارجية التي سينتهجها في حكومته المقبلة. الزرفي قال في تغريدة على تويتر إنه سيتعمد أو يعتمد سياسة خارجية بعيدة عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مبينا أن المصالح العراقية ستكون هي البوصلة التي تحدد اتجاهات تلك السياسة. وأكد الزرفي أنه يسعى للانفتاح على جميع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسيادته.
جدد تحالف الفتح رفضه آلية تكليف مرشح رئاسة الوزراء عدنان الزرفي معتبرا إياها سابقة خطيرة من خلال الالتفاف على الدستور. النائب عن الفتح نعيم العبودي قال إن موقف كتلة الفتح هو رفض الآلية التي انتهجها رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، وأنها تعد سابقة خطيرة في الالتفاف على الدستور، داعيا الكتل السياسية إلى النظر إلى الأمور بواقعية وحسم هذا الموضوع سريعا لأجل العراق وفق تعبيره. ما يزال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يواصل جهوده في تشكيل الحكومة الانتقالية بمهمة قد تبدو أصعب مما يتصور في ظل تعنت أغلب الكتل السياسية في التنازل عن مناصبها. تفاصيل تتابعونها في سياق هذا التقرير. أكثر من أسبوع مر على تكليف الرئيس برهم صالح عدنان الزرفي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الأخير لم يتحرك لغاية الآن بشأن تأليف كابينته الوزارية أو حتى كتابة برنامج حكومته، كما أنه لم يظهر عبر وسائل الإعلام إلا مرة واحدة بخطاب وعد فيه بحزمة إجراءات من أبرزها الذهاب بالبلاد إلى انتخابات مبكرة خلال عام واحد وحماية المتظاهرين والكشف عن المتورطين بقتل المئات منهم، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة التي وعد أيضا بتقوية سلطتها. هناك من يعول داخل البيت السياسي الشيعي على الوقت، وبالتالي يريد أن تصل الأمور إلى طريق مسدود، وبالتالي تكون كل الأطراف الرافضة لاختيار شخصية من قبل الفاعلين داخل البيت السياسي الشيعي تتم عملية التمرير على سبيل الأمر الواقع، وهذا ما يدفع هذه القوى إلى المماطلة كل هذا الوقت في عدم تقديم مرشح واضح مدعوم من الجميع. الخلافات غير المسبوقة بين المعسكرين الرافض لهذا التكليف والمؤيد له وجدت فرصة للاتساع أكثر مع تراجع تأثير التظاهرات على المشهد السياسي العام في البلاد بفعل استمرار تسجيل إصابات يومية بوباء كورونا وتسجيل وفيات أيضا، وتعليق المتظاهرين أغلب أنشطتهم مؤقتة باستثناء سيطرتهم على الساحات وبقاء الخيام منصوبة فيها. هنالك فريق من المفاوضين يشكله عدنان الزرفي من أجل التباحث مع الكتل السياسية، من أجل تقريب وجهات النظر، تذليل العقبات بينه وبين الكتل التي قد تؤيده داخل البرلمان، وأيضا يحاول مع تلك الكتل التي ترفضه داخل البرلمان. وبالتالي عدنان الزرفي لن ينسحب بدون قتال، سوف يستمر حتى آخر مهلة في المهلة الدستورية. ولم تفلح جهود المعسكر الرافض لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة في حلحلة الموقف من خلال إقناع الكتل المؤيدة للزرفي بالقبول بطرح تكليف اسم آخر أو دفع الزرفي للاعتذار عن التكليف. فراس الدليم، قناة الفلوجة، بغداد. حول هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من بغداد عبر سكايب المحلل السياسي رعد التميمي. مرحبا بك سيد رعد. سيد الكريم، على ما يبدو أن السيد الزرفي يكرر ذات التعهدات التي تعهد بها أو وضعها سلفه علاوي وعبد المهدي، برأيك هل هناك مؤشرات على أن الرجل يختلف عن سابقيه، وماذا باستطاعته أن يفعل؟ نعم، شوف أخي العزيز، نجاح السيد الزرفي في تشكيل حكومته ونيل الثقة يعتمد على أمرين. الأمر الأول هو أنه كيف سوف يستطيع خلق التوازن في الساحة السياسية الإقليمية، لأنه اليوم هناك صراع إيراني أمريكي. هذا الصراع يتطلب أن يأتي شخص رئيس الوزراء ليمسك العصا من المنتصر. هذا الأمر ليس سهلا وليس هينا، لكنه أمرا مطلوبا، ولا يستطيع الزرفي تحقيق ذلك إلا من خلال منح يعني ضمانات إلى الجانبين الإيراني الأمريكي، لأنه هناك يعني حتى سابقيه لم يستطيعوا تحقيق هذا التوازن، وهو أمر كان مطلوب، كان على مستوى هناك دعوات لتحقيق التوازن، لكن على مستوى الفعل لم يستطيعوا تحقيق. أنا أعتقد يعني شخصية الزرفي قادرة على أن تمسك العصا من المنتصف. طيب. القضية الثانية اللي هي قضية الداخل العراقي والقوى السياسية الموجودة في الساحة. أنا أعتقد أنه رغم الاعتراضات الموجودة على السيد الزرفي، هناك تطمينات، يعني تشير بعض وسائل الإعلام، تشير بعض التسريبات إلى وجود تطمينات من قبل السيد الزرفي إلى القوى السياسية الرافضة لتكليفه. يعني تعرف حضرتك هناك تحديات اليوم في المشهد السياسي العراقي، هناك تخوف من فتح ملفات فساد، هناك تخوف من
قضية يعني حصر السلاح بيد الدولة. طيب. وضرب بعض الفصائل المسلحة. وهل على السيد الزرفي ملفات فساد تهدد بها بعض القوى الرافضة لمشاركته في أو لرئاسته الحكومة؟ هل هناك مؤشرات على أن على السيد الزرفي مؤشرات فساد يمكن أن تفتحها أو تساومه بها بعض القوى السياسية برأيك؟ يعني احنا تعودنا يعني للأسف الشديد أن المشهد السياسي في العراق والثقافة السياسية والنهج السياسي اللي سائر في البلد هو منهج قائم على أساس الفساد، يعني منظومة سياسية هي برمتها فاسدة، وبالتالي فتح الملفات من عدمها يعتمد على مستوى قبول ورضا كل القوى السياسية الفاعلة في الداخل العراقي للسيد الزرفي، وبالتالي لا يمكن فتح ملفات في حال إذا ما وافقوا عليه وحقق لهم مآربهم السياسية. أنا أعتقد أنه هو الرجل ماضي، يعني اليوم مضى 9 أيام طيب. على تكليفه، بقى أمامه 21 يوم تقريبا. حسناً. الخطوات اللي يمشي بها أنا أعتقد خطوات ذكية، يعني حتى لقاء يوم أمس مع يعني ممثلي دائمين لمجلس الأمن القوى الخمسة الكبار كانت خطوة ذكية أنا أعتقد، فبالتالي هو ربما يستطيع بحنكته وذكائه السياسيين أن يحقق هذه التوازن. طيب سيد رعد، الحديث عن انقلابات في العراق في هذه الأيام على ما يبدو مستعرا خاصة من الأطراف، من قبل الأطراف التي تعترض على تنصيب الزرفي، برأيك هل هذا الحديث يبدو واقعيا سيما وأننا في زمن التوازنات السياسية وأن لا أمريكا ولا غيرها ترغب في تغيير سياسي في العراق عن طريق القوة أو عن طريق استعمال القوة سواء عن طريقها أو عن طريق من يوافقونها الرأي، ألا تجد ذلك مستبعدا نوعا ما؟ يعني بالتأكيد هو ضرب من الخيال، اليوم أصبح هذا الأمر بعيد المنال في التجربة العراقية، كون أولا الولايات المتحدة الأمريكية ذات التأثير السياسي والأمني في العراق حتى نكون دقيقين لا تسمح بمثل هكذا يعني عمليات عسكرية أو حدوث انقلاب عسكري. لماذا؟ ببساطة شديدة لأنه سوف يكون مشروعها اللي راهنت عليه أنه هو مشروع فاشل في هذه الحالة، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد تلويح باستخدام القوة العسكرية والتأثير وما شاكل ذلك. وأنا أعتقد يعني حتى الضربات اللي كانت يوم أمس للسفارة الأمريكية هي بمثابة رسائل وأوراق ضغط للحصول على مكاسب، للحصول على ضمانات. نتمنى أنه السيد الزرفي يستطيع أن يمضي بتحقيق هذه التوازنات، لأنه هناك نقطة مهمة ربما غائبة على الكثير من القوى السياسية. نعم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران هم لا يسعون إلى المواجهة، هم يسعون إلى شخصية تحقق التوازن وبالتالي تحفظ مصالحهم، يعني مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح إيران. من يأتي ويستطيع تحقيق ذلك سوف يكون رئيس وزراء ناجح للعراق، اتضحت الصورة البلد نحو بر الأمان. بخلاف ذلك أي نعم. شخصية تأتي لا تستطيع تحقيق التوازن فهي لن تتمكن من البلد. اتضحت الصورة. المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من بغداد السيد رعد التميمي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. التحالف الدولي يواصل سحب قواته من العراق ويسلم قاعدة القيارة الجوية إلى العمليات المشتركة. مددت الولايات المتحدة الأمريكية مدة 30 يوما فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر في رئاسة الوزراء قوله إن هذا التمديد سيكون الأخير الممنوح للعراق، لأن بغداد ومنذ تشرين الماضي الثاني لم تفي بأي شرط من الشروط الأمريكية التي تؤكد وجوب تقليص استيراد الطاقة الإيرانية، ما دفع الأمريكيين لمنح مهلة أخيرة إلى العراق ستنتهي بنهاية نيسان المقبل قبل أن يوقف استيراد الغاز والكهرباء من إيران وبشكل نهائي. أذا وكانت واشنطن منحت بغداد مهلة 3 أشهر جديدة لاستيراد الطاقة بعد لقاء جمع رئيس الوزراء المستقل بوزير الخارجية الأمريكي العام الماضي.
أكدت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا بالقرب من مقر قيادة عملية بغداد في المنطقة الخضراء. الخلية قالت في بيان مقتضب إن صاروخي كاتيوشا سقطا بالقرب من مقر قيادة عملية بغداد فجر اليوم، مبينة أن الصاروخين انطلقا من منطقة النهضة، فيما نشرت صورا تبين آثار القصف الصاروخي. هذا ويعد القصف أحدث حلقة من مسلسل استهداف المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقارا حكومية وبعثات لدول أجنبية أبرزها السفارة الأمريكية. ويأتي القصف الأخير على الرغم من قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد. وبالتزامن مع القصف الصاروخي الأخير، انطلقت صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وسط تحليق مكثف لطيران المروحي فوق المنطقة. وأظهر مقطع مصور تسمع فيه صافرات الإنذار من داخل السفارة الأمريكية بعد سماع دوي انفجارات قوية، كشفت خلية الإعلام الأمني أنها نجمت عن سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في المنطقة الخضراء دون تسجيل أي خسائر بشرية. إلى ذلك، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي تسليم مقراته داخل القواعد العسكرية العراقية إلى وزارة الدفاع ومغادرة المئات من الجدود المدربين الأراضي العراقية بصورة مؤقتة. وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاكينز في تغريدة على تويتر أن وجود بعثات التحالف الدولي في العراق يأتي بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط، مضيفا أن قيادة التحالف تسلم مقراتها في داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية، وكذلك المئات من القوات التدريبية تغادر مؤقتا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد. وبعد انسحاب القوات الفرنسية من العراق، أوضح التحالف الدولي أن فرنسا ما تزال ملتزمة بدعمها الجوي والاستشاري لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. الناطق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاكينز قال في تغريدة على تويتر إن الجيش الفرنسي أعاد مدربيه الموجودين في العراق إلى فرنسا نظرا للظروف والإجراءات المتخذة بشأن فيروس كورونا، مضيفا أن فرنسا لا تزال ملتزمة تجاه العراقيين لهزيمة تنظيم داعش بتقديم الدعم الجوي والاستشاري ضمن بعثة التحالف الدولي. في غضون ذلك، سلمت قوات التحالف الدولي قاعدة القيار الجوية جنوبي الموصل إلى القوات الأمنية العراقية. وقال التحالف الدولي في بيان إن تسليم قاعدة القيار إلى القوات الأمنية العراقية جاء نتيجة للنجاحات التي حققتها القوات الأمنية في عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي، فيما أوضحت أن قوات التحالف أعادت تمركز قواتها في قواعد عراقية أخرى لمواصلة الشراكة ضد التنظيم الإرهابي. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. فيروس كورونا يفتك بأكثر من 22 ألف شخص حول العالم ويجبر ثلث سكان الأرض على البقاء في المنازل. عدد الوفيات بكورونا في العراق يتصاعد، مجلس الوزراء يمدد حظر التجوال والأمم المتحدة تدعو لتكثيف الإجراءات الوقائية. واشنطن تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران شهرا آخر وتمنح بغداد مهلة حتى نهاية نيسان المقبل لإلغاء الاستثناءات. ورئيس الوزراء المكلف يؤكد سعيه لإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية ويؤكد مصالح العراق هي من تحدد اتجاهاتنا. للمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم زيارة الفلوجة .tv وكذلك صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.
you